موضوع سرقة الأمانات الضريبية اللي هي سرقة القرن يسموها، هي أنا كنت متابعها من كنت نائب. ها نعم، يعني قبل لا أصير رئيس وزراء. عندك فكرة عنها سابقا؟ نعم، عندي أولياتها، وكنت أتمنى أنه يتم فتحها في أثناء وجودي بالحكومة، لكن تم فتح هذا الملف واعتقل من اعتقل وهرب من هرب في زمن الحكومة السابقة. وجزء من الإشكالات الآن على باقي المتهمين أنه صفوا أموالهم وهربوا، القسم الأكبر منهم باستثناء المتهم نور اللي تم مسكه أيضا في مطار كان في طريقة للهروب. قرار إلقاء القبض أو الإفراج هذا مو قرار حكومي ولا قرار وزير ولا قرار لجنة تحقيقية بالنزاهة، هذا قرار قاضي. وأعتقد اللقاء الأخير بالحوار الشجاع للقاضي المختص كان واضح، بيّن أبعاد هذه القضية بالتحديد.